هذا اليوم امتلك براند بحريني على مستوى البحرين، اسم كامبس معروف على مستوى المملكه، وقاعد انزل ستايلاتي من الشنط من الاحذيه اللي انا اختارها. طبعا انا اول ما بديت مسيرتي كان في عمر تقريبا 9 سنوات، كنت اشتغل في الاسواق المتنقله. سن 18 سنه قررت ان انا اشتغل بروحي، فانتقلت الى كارفور. بس بنفس الوقت هذه الاوقات انا كنت اشتغل على الانستغرام سواء كان سابقا او حاليا، هذا واجد فادني ان انا ادخل لي مدخول شخصي ثاني غير الشغل. وبعدها قررت انتقل لباسكن روبنز من جديد، اشتغلت في باسكن روبنز لمده 2 سنين، كان هذا المتوفر والحمد لله. فبعدها حصلت فرصه اني انا اشتغل في مجال الفاشن والستايل في اكبر الماركات العالميه كريستيان لوبوتان. لما تقريبا اخر 6 شهور دخلت جمعيات وطلع لي مبلغ الحمد لله، وقررت اني افتح محل. ففتحت المحل وانا في نفس الوقت كنت اشتغل. ففتحت اول محل للخياطه للبدات الرجاليه، فكرت ان انا لازم اتوسع وافتح شيء ثاني مثل ما انا اشتغلت في كريستيان لوبوتان في شنط واحذيه. قررت اني افتتح محل الثاني للاكسسواريز النسائيه، الشنط والاحذيه. بعد هذا المشروع الاخير حبيت اني اتوسع اكثر، فاتخذت القرار لافتتاح محل الاطفال وضفت عليه لمساتي. طبعا من اكثر الانتقالات اني كانوا يقولون ان هذا كان يفكر روحه مصمم او يفكر روحه موديل او يفكر روحه انه يقدر يسوي شيء، لا بالعكس انا هذا اليوم سويت شيء. طبعا اي شخص يفكر ان هذا نهايته عمره ما راح يتطور، لازم يجدد اهدافه ولازم يجدد طموحه. اي شغله تشتغلها الحين او راح تشتغلها خذها كخبره ولا تاخذها اي انها بس كتجربه فقط عشان انت تنتقل للشيء الافضل.